سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله. كان عندنا أي تكليفات ولا حاجة نناقشها قبل ما نبدأ؟ كان عندنا تكليف من صفحة 118 من كتاب مصالح الأبدان والأنفس لغاية الآخر. مصالح الأبدان والأنفس. طيب، مين عمل التكليف؟ قرأتم؟ أنا قرأت، بس اكتشفت أن العربي بتاعه مختلف جدا عن العربي العادي اللي احنا بنقراه يعني، فأنا اجتهدت جدا فيه وعملت شوية نقاط، بس يعني ما فهمت كل حاجة الحقيقة. طيب، تقصدي العربية بتاعته أصعب شوية من عربية أبو حامد الغزالي؟ أبو حامد الغزالي برضو صعب، بس هو ده يعني تعبيره مختلف، أنا مش عارفة ليه، هل كتاب قديم قوي ولا إيه، ما قلتش المقدمة الحقيقة، بس طريقة يعني التعبير عن الأفكار مختلفة. هو الرب من 1000 سنة تقريبا. هناخد منك دلوقتي ملاحظاتك وأسئلتك. اتفضلي، انا فاتح الكتاب قدامي، لو بس في حاجه هتقرأي منها وتسألي فيها عرفيني الصفحه لو امكن عشان ابقى متابع معاكي الفقرات بالظبط بتقول ايه. صفحه 119. صفحه 119. ماذا المعنى بتاع 119؟ من مصالح الانفس ودايما بيعمل مقارنه بين مصالح الابدان ومصالح الانفس في كل حاجه. فالمعنى اللي موجود هنا ان الواحد عشان يحافظ على نفسه لازم يبعد عنها كل الشوارل والأقدار والحاجات اللي ممكن كده يعني يبعدها خالص. ده معنى ببساطة ان هو لازم يبعدها خالص. انا عندي رأي يعني مؤيد، يعني انا عندي رأيين، مؤيد ورأي مؤيد. طيب، الرأي مش مؤيد نبتدي به انه نمرة واحد انه مش في ايد الانسان، يعني حتى مثلا لو افترضنا ان واحدة قاعدة في البيت مش بتشتغل وبتربي ولادها وبتحسن تباعد زوجها ووالديها وما شابه، بتجيلها الفكرة حتى وهي قاعدة جوه البيت، يعني انا شفتها بتجيلها يعني حب سيطرة ما، حرص ما، اي شيء، كل واحد ليه، نسأل الله العفو والعافية يا رب لينا والمسلمين ولولادنا واجمعين، كل واحد ليه نصيب من الفتن بيجيله لغاية عنده، يعني حتى في ناس كتيرة بتبقى دايما معتزلة بتحاول تهرب من الشمال بيجيلها وبيجيلها يعني ناس الله العافية في الحتة اللي هي فيها عندها إيشو، يعني عندها فإن ده أنا بتساءل هل ده واقعي الواحد يزود عن نفسه كل هذه، ما بتبقى كل واحد يقعد على جنبه، لكن لا، ده بتكون نفسه تقوم عليه وهو قاعد جوه بيته جوه أوضته. نفسه بيقوم عليه وبيجيله من الفتن اللي بيجيله. طيب، والفتن طيب. دي أصلا لسه سامع دكتور مهنا بيقول إن النفس دي أصلا لو ربنا يسر رصد لنا الأمر بتبقى الفتن اللي بتيجي للنفس وقومة النفس دي بتبقى باب من أبواب التقرب إلى الله، لأن الواحد بيحس وبيحس بفقره وفاقته إنه نفسه نفسها مش قادر عليها. طيب، هو حضرتك فهمتي معنى وبنيتي عليه حكم. تمام، فالمعنى اللي حضرتك فهمتيه هنناقشه الاول عشان نشوف الحكم اللي انت بنيتي عليه ده صحيح ولا لا. المعنى اللي حضرتك فهمتيه ان الواحد علشان يحمي نفسه من المشاغل والاقدار معناها انه يبعد او يقعد في بيته والمشاكل هي اللي هتجيله، هذا المعنى مش هو المعنى المراد فيما اعتقد. لانه هذا غير مستطاع، يعني كأنه أبو زيد البلخي في هذا الكتاب يدعو الناس إن هم يقعدوا في الجبال والقفار والصحراوات أو يقعدوا في بيتهم ما يخرجوش، وكمان لو عاشوا في بيوتهم ما يتعاملوش مع بعض، لأنه أكيد المعاملة هينتج عنها تعارض مصالح أو اختلاف طباع، فبرضه هيبقى فيه تنغيص. فده المعنى اللي حضرتك فهمتيه وهو غير صحيح، واضح؟ طيب، إذن لابد إن الراجل يقصد معنى تاني معقول، لانه الراجل مش معقول انه يكون بيدعو لهذا المعنى الغير معقول. تمام كده، فايه المعنى اللي بيقصده الرجل فيما اعتقد؟ المعنى اللي يقصده والله اعلم هو انه الواحد لن يستطيع التخلص من المشاكل هتلاحقه في كل مكان،
لكن الفكرة هي تقوية النفس تجاه هذه المشكلة، رؤيتي للمشكلة، نظري للمشكلة، كيفية تعاملي مع المشاكل والأقدار، تهيئتي لأني أكون قابل للمشاكل أو عدم أو غير قابل للمشاكل. وده لا يكون إلا بتقوية النفس. زي بالضبط كده، زي بالضبط ما يكون عندي بيت هش أي ريح هتوقعه، تمام؟ فالحل إيه؟ الحل إن إحنا نقوي هذا البيت. زي بالضبط ما يكون واحد بدنه ضعيف، لو واحد اداله بنية هيوقعه، فالحل إيه؟ إنه يروح يلعب رياضة، هيتضرب برضو تاني، لكن لما هيتضرب تاني هيبقى أثر الضرب عليه مش زي أثره وهو ضعيف. واضح؟ فهو المعنى هو إن الواحد يتدرب بتدريب ما، يتريض برياضة ما، بحيث المشاكل لما تجيله يبقى عنده مهارة إنه لا تشغله هذه المشاكل. وطبعا هذا الكلام لا يستطيعه كل الناس، ولا يقدر عليه كل الناس. يعني هذا الكلام في الآخر مش هيقدر ينفذه إلا حد معين أو ناس معينين أو طائفة قليلة من الناس اللي هم ببساطة مش عايشين زي الأنعام. يعني ناس عايزين فعلا يستفيدوا من حياتهم القصيرة في هذه الدنيا أقصى استفادة ممكنة، عايزين يخرجوا من الدنيا في إرضاء الله سبحانه وتعالى، فبيعملوا إيه؟ بيعملوا حاجات معينة عشان تساعدهم على أداء هذه المهمة. لكن الواحد لو ساب نفسه كده ومفكر إنه الأمور المفروض تبقى بطريقة معينة وإنه يجيله براحة من غير بذل مجهود ولا تعب، ما فيش حاجة هتحصل بهذه الطريقة يعني. طيب تعال كده نقرأ مع بعض في ضوء هذا الكلام اللي قلته عبر ونشوف كده برضو ايه مقصد. لكن قبلها خلينا نسمع الأستاذة شيماء نشوف كده هتقول لنا ايه قبل ما نقرأ عبارة أبو زيد البلخي. اتفضلي يا أستاذة شيماء. كان بيتكلم ان الإنسان تركيبة، يعني انا يمكن هدمج كلام الإمام الغزالي مع كلام الإمام البلخي، ان النفس اصلا طبيعتها فيها موجوده الشر والخير، فطبيعي جدا اصلا هو موجود جواها النبذه الشر ونبذه الخير. فالانسان لو ساب نفسه مع كلام الامام البخاري بقى، لو ساب نفسه للطبيعه بتاعته، يا اما هيروح للجبن والخوف دايما، يا اما لو واحد تاني هيبقى العكس والنقيض. لا، هو كان بيقول الانسان لازم يعني يتحرى ان يخش في المجالين ما بين الخوف والشجاعه، ما بين كانه بيكمل للكلام اللي احنا كنا بنقوله مع الامام الغزالي في معارك القدس الفتره اللي فاتت، يعني العيش والحياه، يعني هيلاقي النتاج الطبيعي للعيش والحياه، لكن هيفضل خايف وهيجزع، مش هيقدر يخاطر ولا يكمل. ومع ان ده طبيعه البشر، يعني احنا لو لقينا هنلاقي ده جوانا جدا جدا، وما بنحاولش نخترق الطرق علشان خاطر الجبن اللي جوانا. فهو بيقول لا، الانسان لازم لابد له من شجاعه قوي ويخرج بره طبيعه نفسه، وعلشان يكمل النتاج الطبيعي اللي هو الحياه. بس يعني لسه ما كملتش بصراحه الكلام بتاعه يعني. طيب خلينا نقرا كلامه في صفحة 119. قال كذلك النفس إنما يحفظ صحتها عليها من وجهين، أحدهما أن تصان عن الأعراض الخارجة التي هي ورود ما يرد عليها من الأشياء التي يسمعها الإنسان ويبصرها فتقلقه وتضجره. يعني الواحد يحاول يبعد عن المنغصات بقدر الإمكان، ما يروحش يعني للمنغصات بإيديه وبعدين في الآخر يشتكي والله ايه اللي حصل لي ده. وانتوا حضراتكم عارفين كويس ان في ناس بتروح للمشاكل برجليها وبعدين في الاخر تكتئب، وتقعد تكتئب ان هي عاشت في مشكله مالهاش علاقه بيها مثلا. قال فتقلقه وتجره وتحرك منه قوه غضب او فزع او غم او خوف وما اشبه ذلك. تحقيق دوت ان الواحد يصون نفسه عن الاعراض الخارجيه ازاي؟ ان الواحد لا ينشغل الا بما هو له، او الا بما يصلحه، او الا بما ينفعه في دينه او دنياه، وانه يكون الغالب على حاله هو الصمت
والبعد عن الناس قدر الإمكان، وإنه لا يتكلم إلا إذا دعي للكلام، وإنه لا يتدخل في موضوع إلا إذا دعي للتدخل، ويتدخل بقدر الإمكان كده. يعني إيه الواحد بقدر الإمكان بيحاول يحافظ على إيه، على حبة الطاقة اللي عنده عشان ما يستنفذوش في حاجة بعد كده تضره هو. فده الوجه الإيه، الوجه الأول الذي يحفظ على النفس صحتها. قال والآخر أن تصان عن الأعراض الداخلة التي هي التفكير. يبقى احنا عندنا أعراض خارجة، حاجات أنا ما يستحكم فيها، أنا قاعد في أمان الله، جي حد يقول لي تعال عايزينك في موضوع، أو قاعد في أمان الله جالي حد يتخانق معي، واضح؟ فدي حاجات خارجة. في حاجات داخلة اللي هو التفكير، تمام، اللي هو اللي حضرتك أشرت إليه في الكلام، إن حتى لو مثلا إنسان قاعد في بيته فممكن تهجم عليه الأفكار. والآخر أن تصانع عن الأعراض الداخلة التي هي التفكير فيما يؤديه إلى شيء مما وصفنا من هذه الأعراض فيشغل قلبه وينقسم ضميره. وينقسم ضميره. يبقى إذن الموضوع هنا هو إن الواحد ممكن تفكيره يؤدي لي إلى أمور تغضبه أو تضجره أو تقلقه. فكيف يصون الإنسان نفسه عن هذا التفكير، وكيف يصون نفسه عن الأعراض الخارجية؟ يبقى هو هنا بعد كده هيتكلم عن كيف نصون أنفسنا عن الأعراض الخارجية والأعراض الداخلية. قال وليس يتهيأ له ذلك، اللي هي صيانة النفس داخليا وخارجيا، إلا لمعنيين، إلا إذا تشرب الإنسان معنيين يفكر فيهم كويس، وكان المعنيين دولت هو فاكرهم كويس، تمام. أحدهما أن يشعر قلبه وقت سلامة نفسه وسكون قواها ما أسست وجبرت عليه أحوال الدنيا من أن أحدا لا يصل فيها إلى تحصيل إرادته ونيل شهواته على سبيل ما تمناه ويهواه من غير أن يشوب كل من ذلك شائبة تنغص وتكدر أو يعرض له عارض أذى ومكروه. طيب إذن الواحد كده يبقى متعلم، متعود، عارف، ذاكر، واعي بأنه الدنيا لن تخلص للإنسان من غير قدر. فأنا لما يجي القدر أنا إيه مستعد نفسيا. يعني الموضوع بطريقة أخرى أنه سقف توقعاتنا من الدنيا ينبغي أن يكون على وفق الدنيا، ما يبقاش مرتفع. وأنا كتير قوي بقول المعنى اللي هو بأكد عليه، أنه كتير من أسباب إحباط الناس وكتير من أسباب زعل الناس من بعضها أنه توقعاتهم بتبقى على خلاف ما الأمور عليه. يعني أنا مثلا متصور، او انا واحده مثلا متصوره ان كل مشاكلها هتتحل لو اتجوزت مثلا، يعني خلاص، وفاجئ ان الجواز مش كده، وفاجئ ان الزواج ليس كذلك. الزواج زي ما في حاجات حلوه ولذيذه في حاجات منغصه، وفي مسؤوليه، وفي اولاد، وفي زوج محتاج حاجات، وفي زوجه محتاجه فيها متطلبات الى اخره، تمام. فانا لو سقف توقعاتي من الزواج على خلاف ما الزواج عليه، ايه اللي هيحصل؟ هكره الزواج في أول شهر أو بعد شهرين ثلاثة لما يبدأ المسؤوليات تظهر. لكن لو أنا عارف أن الزواج والله زي ما في حاجات حلوة، في حاجات محتاجة أن الواحد يصبر ويتحمل وكذا، يبقى الأمور هتمشي. فنفس الكلام الواحد لازم يبقى يا أخوانا عارف أن الدنيا مش دار مثالية، مش مكان مثالي للحياة. لذلك ربنا قال وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني هي الحياة الحقيقية. وبالتالي أنا في الدنيا لو جات لي حاجة تزعلني، أنا في الدنيا لو خسرت ناس، أنا في الدنيا لو خسرت حياتي الزوجية، أنا في الدنيا لو مات لي حد، أنا في الدنيا لو مرضت، أنا في الدنيا لو اترفدت من شغلي، أنا في الدنيا مهما يحصل لي، فده متوقع. يعني هو متوقع إيه من الدنيا غير كده يعني؟ فلازم الواحد يشرب قلبه هذا المعنى. المشكلة اللي بتحصل إن إحنا بعد ما بنشرب قلوبنا أو بعد ما بنسمع هذا الكلام في محاضرات، الواحد فينا برضو الشيطان بيضحك عليه ويهيئ له انه بعيد عن الحاجات دي، يعني الحاجات دي ممكن تحصل لاي حد غيري لكن انا لا. فالواحد يبقى ايه كأنه صدق وآمن ووعى وهو لم يعي في الحقيقة.
فلما تحصل له الحاجة رغم انه عارف نظريا لكن عمليا يضعف. فلازم اعرف انها عرضة اي وقت ومهيئ نفسي للرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى ان الواحد يحدث ما يقلقه، يحدث ما يخوفه، يحدث ما ينغص عليه حياته، ودي طبيعة الدنيا. ده الامر ليه الاول. ويعلم، نكمل بقى مع بعض كلام الشيخ، انتوا فاتحين الكتاب قدامكم عشان تتابعوا معايا؟ نعم. طيب، قال ويعلم ان هذا هو ما استمر عليه الطباع وجرت به العادة، فلا يطلب من دنياه ما ليس في اصل بنيتها. ايه اللي في اصل بنية الدنيا بقى؟ انها جنة ولا انها دار بلاء؟ دار بلاء. تمام. ويدعى لمعرفته لذلك الاستقصاء في وجوه معاملاته ومعاشراته لمن هو فوقه او مثله او دونه، ويتغافل عن كثير من الامور التي ترد عليه بخلاف مراده. يعني عايز يقول لك ان التغافل، انك ما تقفش على الوحدة، هيفيدك، هيفيدك في التعامل مع هذه الدنيا اللي فيها منغصات وكذا. تمام. امتى بقى الامور يعني نتعب منها؟ اذا كنا بنقف على الوحدة. فلان ازاي يقول الكلمة دي؟ او فلان والله بعد ما خلصنا الحوار اقعد افكر في الحوار اللي ضاف، واقعد بقى كمان ايه، الواحد يقعد يحمل الكلام على اسوأ المحال. لا، تغافل. فالله يقول قال كلمة في وقت غضب، انا عارف ان هو انسان مؤدب، خلاص خلص، ده لا يجعلني اقطع علاقتي به ولا اظن في سوء. والله حصل موقف ضايقني، خلاص هتعدي ان شاء الله، هتعدي، ان مع العسر يسرا. كده تمام. ويتغافل عن كثير من الامور التي ترد عليه بخلاف مراده ومحبته ما وسعه ذلك، وجاز ان يغضعه، ولا يعود نفسه ان يضجر لكل صغير من الامور. ما هو اللي بيقلق الواحد ايه؟ انه عايز الدنيا تمشي حواليه بيرفكت بيرفكت، وهذا لن يكون، هذا لن يكون. ربنا سبحانه وتعالى دايما ينقض عزائم الانسان عشان الانسان يعرف انه ليس رب. لذلك جاء في كلمه بعضهم عرفت الله بنقض العزائم. عرفت الله، قيل له كيف عرفت الله؟ قال عرفت الله بنقض العزائم. ايه بنقض العزائم؟ يعني يبقى الواحد مرتب الامور كلها تمام زي ما الكتاب ما بيقول، 1+1=2، ثم مع ذلك الامور ما تمشيش زي ما انا عايز. فالواحد يعرف انه مش هو الرب، في رب تاني مدبر متحكم متصرف في الامور، عايز يمشي الامور بطريقه معينه، فانا لست رب نفسي ولا المتحكم في العالم. فاذا ايه؟ ويعود نفسه ان يضجر، ولا يعود نفسه ان يضجر لكل صغير من الامور التي يسمعها او يبصرها. طالما الواحد خذ بالاسباب، يعني انت المطلوب منك في هذه الدنيا وانت بتتعامل انك تاخذ بالاسباب، خذت بالاسباب والحمد لله عملت اللي عليك، بتدع الامور لله، النتائج والله حلوه الحمد لله، زي على مرادك الحمد لله، لائمت اغراضك الحمد لله، طلعت وحشه لم تلائم اغراضك فيها مضره عليك، خلاص يعني عملنا اللي عليه وهذا قدر الله. يبقى ايه؟ الواحد يسال نفسه عن الاخذ بالاسباب ولا يسال نفسه عن النتائج. ولا يعود نفسه ان يضجر لكل صغير من الامور التي يسمعها او يبصرها ويسير من الحوادث التي تقع بكراهته. فانه اذا عود احتمال الصغير ومقارة النفس عليه، يعني اذا جعل نفسه تقر وتتعود تبقى فاميليار ويز، انها تتحمل الحاجات الصغيره خلاص كده، وصار ذلك عادة له في احتمال ما هو أجل، أو صار ذلك عادة له في احتمال ما هو أجل شأنا. يعني الواحد هيبدأ عشان يبقى عنده تحمل للكبير، عشان يعرف يتعايش مع هذه الدنيا التي هي دار ليست هي الجنة، الواحد هيبدأ الأول يفوت الصغير ويتعود على أنه والله يتغافل عن الصغير. فإذا حدث له الكبير خلاص صار الأمر بالنسبة له إيه؟ عادة، انه اعتاد انه الدنيا تمشي، انه مع الصغير قال ان مع العسر يسرا، فلما يجي الكبير برضه ان مع العسر يسرا، وهكذا. اذا تعود مع الصغير انه يصبر، فلما يجي الكبير هيصبر. واضح؟ صار ذلك عادة له في احتمال ما هو اجل شأنا واعظم خطبا من المهمات التي تبدأه هو المكاره التي ترد عليه.
ويكون حاله في ذلك حال من يمرن نفسه على احتمال الأذى اليسير من الحر والبرد وآلام النكبة. يعني واحد شيخنا كلامه جميل جدا والله وواقعي جدا مش مثالي ولا حاجة. يعني الواحد عشان يا جماعة يتحمل الكبير لازم يعود نفسه يتحمل الصغير، المواقف الصغيرة، الكلمات الصغيرة. ولو ما عودتش نفسي ان انا افوتها هبص تلاقيني انسان دايما مضطرب، كلمة توديني وكلمة تجيبني، كلمة ترفعني للسماء من الناس وكلمة تنزلني، موقف يرفعني وموقف ينزلني، يبقى كده انسان مضطرب. لكن لو انا تغافلت عن الصغير اذا جاءني الكبير لن يؤثر في نفسي. وترك اظهار الجزع لكل منها حتى تستمر طلاعه على ذلك، ويصير احتمال يسير منها ساوي الاحتمال ما هو اكثر واعظم منه اذا ابتلي به او دفع اليه، فان هذه هي السبيل في رياضه الابدان وهي السبيل في رياضه الانفس. يا سلام يا سلام. يعني الواحد لما بيروح الجيم مثلا او بيلعب كمال اجسام ما بيشيلش 100 كيلو مره واحده، لا يبدا يشيل 2 كيلو ويقعد يعمل بيهم حركات يومين ثلاثه، بقى ال 2 كيلو بالنسبه له زي الريش. المدرب يروح قايل له طب خليهم 4 كيلو، بقى خلاص ال 4 كيلو بقى زي الريشه بالنسبه له، يبقوا 6 كيلو 10 كيلو وهكذا. فهو السبيل في رياضه البدن هو نفسه السبيل في رياضه الايه؟ في رياضه النفس. يبقى ده المعنى الايه الاول الذي به تصح النفس، اللي هو ايه؟ ان الواحد يشعر قلبه بطبيعه الدنيا ويعود نفسه مع الوقت انه يتغافل عن الصغير. هذه اول المعنى الاول. المعنى الاخر المعنى ان يعرف بنيه نفسه ومبلغ ما عندها من الاحتمال الامور الملمه الوارده عليه، فان لكل انسان مقدارا من قوه القلب او ضعفه وسعه الصدر او ضيقه. يعني الواحد ببساطه عارف نفسه، عارف نفسه. يعني مثلا انا على مستوى البدن مش هينفع ادخل خناقه وانا ضعيف، هتاكل وهتضرب، فانا عارف فخلاص هتجنب اني اقع في خلاف او في الخناقه دي. انا في دوله انا عنديش جيش محترم فهتجنب ادخل حرب. فاذا نفس الكلام في النفس. فمن الانفس ما يوجد فيه محتمل للخطوب العظيمه، يعني في نفوس تتحمل الخطوب العظيمه حتى لا يقدحه شيء منها، حتى لا تتأثر هذه النفس بشيء من الخطوب العظيمة، ولا يضعف متنه، ومتسع لأشغال كثيرة مهمة حتى تفرغ لكل منها ويقابله بما يخفف عنها من الحيل. يعني الإنسان ده تدرب حتى صار الخطوب العظيمة بالنسبة له يعني إيه؟ يعني يستطيع أن هو يتعامل معها بحيل معينة بحيث لا تؤثر. ومنها ما يوجد فيه من الانخزال لكل ما يفجأه من الهموم لنفس أخرى. يعني زي ما في نفس لا تؤثر فيها الخطوب العظيمة، في نفوس أخرى تنخزل وتضعف لأي نوع من أنواع الهموم. أي نوع، بابا تأخر مثلا عن البيت، أو ماما قالت لي كلمة، أو زوجي النهاردة ما قاليش صباح الخير، أو مديري عاملني وحش في الشغل، أو المواصلات احنا مستقل واحد أحبط تنهش حتى تدهشه وتحيره وتجعله وشيكا خلال القوة من كل ما يلم به من النوائب حتى تكربه، يعني حتى تدخله في الكرب، حتى تكربه وتضيق عليه مذاهب التصرف والاحتيال وحتى تؤديه إلى حالة تعقبه علة في البدن مضرة به. يبقى إذن الإنسان ده، هذا الإنسان الهش سيكون سريع تعب البدن. واحنا كلنا عارفين كده انه كثرة الهموم وكثرة المشاكل وكثرة القلق وكثرة الاضطراب بتولد الامراض في البدن. فاذا عرف الانسان طبيعته ومنتهى قوتها ومبلغ استقلالها للامور بنى على حسب ذلك تدبيره في مطالبه ومقاصده ملكا كان او سوقة. يعني الكلام دوت ينطبق على الشخص العظيم الملك وينطبق على الإنسان العادي. فإن وجد نفسه مستقلة بعظام الأمور مقوية بجلائل الخطوب تعرض لذلك، وإن أحس منها برقة
بنية أو ضعف تركيب في أغراضه ومقاصده، تجنب وجوه المخاطرات وأنواع التغييرات، وما يتعاطاه ذو الأنفس القوية والصدور الواسعة والطوائع المستحصفة. يعني الواحد لا يضع نفسه باختصار في مواطن هو لا يعلم أنه سيسد فيه. وإحنا أحيانا بنحط أنفسنا كلنا في مواطن عارفين إحنا لا نقوى عليها، لأن إحنا اتكسفنا أو والله أحرجنا أو عايزين نجامل أو كده. فتبص تلاقي الواحد بيورط نفسه مع الناس، وجعل غرضه فيهما غرض من يحصل سلامة النفس ودعتها وراحة القلب وطمأنينته، مع فوت كثير من الآمال والرغائب أحب إليه وآثر عنده من نيل أوفر الحظوظ منها، مع ركوب المخاطرة وحمل النفس على التغرير والتعرض لما أن دفع عقباه إلى خلاف ما يحبه ضاق صدره وقلقت له نفسه، لم يأمن إيصاله بضر عظيم ناله في نفسه وبدنه. يعني الواحد لا يضع نفسه كما قلنا نفس المعنى في مواطن هو يندم بعد ذلك، أو هو لا يقدر بعد، أو يعلم من البداية أنه لا يقدر أن يسد فيه. بيقول فإنه متى لزم هذا المذهب، يعني هذه الطريقة، وتذكر هذه المعاني في البابين اللذين وصفناهما طابت عيشته ودامت راحته. يعني الواحد مثلا على سبيل المثال حد طلب مني مثلا مبلغ سلف وأنا معيش، ما ينفعش عشان هو صعب علي أروح استلف له. أنا أعرف نفسي إني والله لو استلفت مش هقدر أسد، وهو ما سدش أنا مش هقدر أسد. فبص الواحد إيه وضع نفسه في مواضع ولا يستطيعها، وهكذا. وحضراتكم طبعا ممكن تمثلوا على ده بحاجات كتير جدا في حياتنا، إن الناس أحيانا من أسباب مشاكلها إن هي بتحط نفسها في مواطن هي لا تقدر عليها، وبتعد وعود هي لا تقدر على الوفاء بها. تمام كده؟ ده المعنى والله أعلم. هل كده الكلام واضح يا أستاذة منى؟ طبعا واضح. وعندي كذا يعني سؤال، مش عارفة ده وقته مناسب ولا إيه؟ احنا خلينا النهاردة بقى في مناقشة الكتاب. اتفضلي يا أستاذة منى. طبعا المعنى واضح برضو، بس مثلا في حاجة مثلا إن 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 هنقول مثلا إيه هي التحديات بتاعت هذه الرؤية. الرؤية دي صح، بس في تحديات جامدة جدا. أولا أنت تلبيس إبليس، بمعنى إن الواحد ممكن إن هو يبعد عن المخاطر دي أو إن هو ينقى بنفسه. طبعا موضوع التدريب زي البدن والجيم والحاجات دي ممتاز وحقيقي وواقعي بالفعل، لكن المهم هو بيدرب نفسه يبقى عارف ان هو بيعمل كذا، ولا مثلا بيبقى بيخش بقى امراض مثلا يقول ايه ما انا بقى مش هستحمل الناس، ما هم مش فاهمين وانا مثلا بفهم، او ما هم مش فاهمين في الدين فانا هكبر دماغي بقى عشان اخد ثواب على حسابهم. يعني اقصد السبب ان من ورا الموضوع لازم يكون في تزكية عالية جدا عشان الموضوع يؤتي ثماره. انا مش ان الموضوع، بص يا استاذ منى، في امور لازم ناخدها زي ما هي بسيطة. لو عقدناها وقعدنا نقول اصل وفي تفاصيل وكده، ويا ترى الناس هيقولوا ايه، ويا ترى نفسي هتقول ايه، الواحد هيتلخبط ومش هيعمل حاجه. تمام؟ الواحد يعمل الحاجه دي يبدا الاول، وكلما عرض له عارض سأل، لكن على ارضيه ايه؟ العمل. عشان كده في لما لو حضراتكم رجعتوا النهارده، يا ريت حضراتكم النهارده ترجعوا لكتاب جامع العلوم والحكم. جامع العلوم، اكتبوا عندكم جامع العلوم والحكم ابن رجب الحنبلي في شرح 50 حديثا من جوامع الكلام. تمام؟ هتلاقوا في شرح حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، خلاص؟ هتلاقي بيذكر عبارات عن السلف الصالح، إن الواحد منهم كان إذا سئل عن مسألة قبل أن يجيب يسأل السائل يقول له هل وقعت ولا أنت تتخيل حاجة؟ فقال له إذا قال له وقعت أجابه، وإذا قال له لم تقع قال له خلاص إذا وقعت تعال. يبقى إذن إيه؟ إحنا مش عايزين نفترض حاجة قبل الوقوع، ولكن هنمارس ونحاول نضبط أنفسنا بقدر الإمكان، لا نحتقر أحد ولا ناخد حسنات على حساب حد. ما فيش حاجة اسمها حساب على حسنات حد. يعني الواحد بيتصرف بنفسه وربنا بيحاسب الناس على نياتهم.
ثم اذا حدث لخبطت فيها قوي برجع اسال. انا مش بتكلم على احنا دلوقتي بنتكلم في سياق اشخاص تعبانين نفسيا بيجوا يستشيروا ناس، احنا بنتكلم في سياق علاج نفسي او مشابه. تمام. وبنتكلم في اعداد، يعني مثلا حضرتك ما شاء الله يعني حضرتك بتشوف مثلا ناس منضبطه كتير ومشابه، انا مثلا في شغلي والناس اللي بشوفهم كتير جدا التلبيس ابليس ومنطقه حاجات دي بتبقى من التحديات الجامده جدا. انا مثلا بشتغل في مكان هو اسلامي، انتوا اسلامي، ناس منتقدين، ناس متدينين، لكن في حاجات كتيره بتتعمل. مثلا يقال عنها، انا ما بحبش انتقد بس احنا في سياق ان احنا بنتكلم على واقع الدنيا عامله ازاي. طيب يقال عنها ايه؟ نعم يقال عنها ايه؟ يعني مثلا حاجات مثلا ممكن حد مثلا يروح قايل لا انا بقى يعني مثلا مش هعمل كذا وكذا بطريقه فيها تهكم على الاخرين او شكل من اشكال الاستعلاء او شكل من اشكال الاكتئاب والحزن. يعني ممكن تكون الفعل وده بيبقى في الاخر مش بيؤتي الثمره اللي الكاتب بيتكلم عليها، الثمره دي تكون والقرة العين وهكذا. فبيبقى الفعل من بره ممكن يكون شكله تدرب ومن شابه، لكن هو بيبقى من عشان هو ملبس من جوه ومتأثر بالمشاكل الكبيره اللي موجوده. طب ادينا حاله عشان ما يبقاش الكلام عام، لان الكلام العام في الحاجات دي مش مفيد، مش هنخرج منه بطائل. فخلينا نتكلم عن حاله، يعني ادينا موقف معين او انسان معين في موقف معين قال حاجه معينه ونشوف نقدر نعالجها ازاي او ايه اللي ممكن يتقال في الحاله دي. ممكن كلنا انا بحاول استخدم بس اي حد يرمي موقف، يعني مثلا انا بشتغل في مدرسه في اولياء امور كتيره جدا ومدرسه ذات سمت اسلامي واضح، ممنوع الموسيقى، ممنوع المعازف، ممنوع الاحتفال بعيد الام. يعني مظاهر شديده وظاهره وعيانه للجميع. في حين تلاقي مثلا انا عارفه ان ده مش موضوعنا دلوقتي، بس انا بفتح لغايه ما بتبقى في موقف يكون ماشي. تلاقي مثلا اعتراض وهجوم عنيف وفي منتهى العنف على اي مثلا مدرسه مش عارفه عملت ايه، او وليه امر اخرى عملت ايه، او مثلا نسيب عيالنا عشان يبقى عندنا تربيه اسلاميه تربيه ايجابيه نسيبهم ينتهكوا ويروحوا ويجوا وكذا. نرجع للموضوع وده كله ان احنا يعني التزام شكلي، يعني التزام شكلي اللي هو مظاهر شكليه من غير تربيه حقيقيه. يعني وبعدين مثلا ممكن يكون لو قلنا مثلا مثال اللي احنا بنقوله دلوقتي التدرب بيفرض قدامه اي حد قدامه، يعني عشان مثلا حد يدرب بالدمبلز في الجيم مثلا، حاجه بتقول عضلات ايده بيفرم طالع نازل وهو بيدرب، بيفرم اللي فوقه واللي تحته بيفرم مش شايف قدامه عشان هو عايز يدرب نفسه. يعني في عنف في تدريب النفس بحجه تدريب النفس، بحجه ان انا عايز احافظ على نفسي. انا مش قادر افكر يعني مثال واضح وصريح، بس الواقع اللي انا عايز اقوله الشاهد ان احنا لازم التفصيل واعطاء الامثله وتزكية النفس وان يكون الباطن منضبط عشان نقطة استمار بتاعت قرة العين. ما هو احنا بصي كل اللي بنعمله في المجالس بتاعتنا وفي غيرها بندي مفاهيم عامة نظرية، خلاص تنزيل بقى المفاهيم دي، يعني المفاهيم دي اللي احنا بنتكلم فيها دي خارطة الطريق. يعني ايه؟ انا على الاقل خالص حطيت ايدي الشخص اللي قدامي دوت هعالجه ازاي، او هو محتاج ايه، او ايه المرض اللي عنده وشخصه، خلاص بعد كده بقى التفاصيل اعمل ايه بالظبط واتدرج معاه ازاي في المواقف المختلفه يتصرف ازاي. كل ده محتاج حكمه من المعالج ومتابعه من المعالج، ومحتاج صدق رغبه وعقل وحكمه برضو من الشخص اللي بيتعالج. نعم.
فكل حاله محتاجه تبقى ايه حاله لوحدها دراسه لوحدها. فاحنا اللي بنعمله هنا بدل ما الواحد مش عارف اصلا هيعمل ايه مع الشخص اللي بيعاني, اللي احنا بناخده هنا مع بعض خارطه الطريق. خارطه الطريق, عشان كده شروط المعالج احنا اتكلمنا فيها قبل كده. شروط المرشد احنا كنا فيها قبل كده, لانه المسائل عايزه قدر كبير جدا من المرونه, عايزه قدر كبير جدا من ان الواحد يبقى بيراعي الناس وعارف ظروف كل واحد وعارف هيدي لكل واحد ايه وكده. فبالتالي هيبدا ما يعملش الناس كلها معامله واحده. واضح؟ الوضع صعب قوي دكتور احمد, الوضع فعلا صعب. انا معاكي, الناس بتعاني, يعني الناس كلها بتعاني والناس كلها تعبانه, ما ده الواقع بتاعنا الصعب للاسف. المشكله كمان الدواء اللي بيتاخد برضه مش صح, يبقى احيانا مزيف. بالظبط, دي معاناه بصراحه. ده صحيح. انا كل يوم بشوف جمع من اولياء الامور, غير المدرسين غير الاداره, كلهم ناس ما شاء الله, يعني ان شاء الله يعني نحصلهم على خير وماشيين على طول, بس فعلا ما حدش جه قال لهم وفهمهم التفاصيل او خد بايديهم في الحاجات دي. والله يعني حضرتك تحسني فيما اقامك الله فيه وتحاولي تصلحي بقدر الامكان وتقترحي اقتراحات بحيث نخرج من الوضع دوت. تقترحي مثلا محاضرات لاولياء الامور عن كيفيه التعامل مع اولادهم, ومحاضرات لاولياء الامور عشان هم نفسهم يتربوا ويتعلموا. يعني الواحد يحاول يحسن في الدائره بتاعته بقدر ما يستطيع. لانه انا شايف حضرتك من خلال اسئلتك شايف ان حضرتك شايله هم المحيط بتاعك, فهو ده كويس مش وحش, لكن مش عايزين يبقى الشيل الهم بتاع المحيط بتاعنا دوت اكتر من اللازم, يعني بحيث ما ياثرش. لا الحقيقه ان انا على... ان انا بالعكس انا بتكلم ان انا بصراحه يعني انا بالنسبه لي لو حد يقول لي اقعد في البيت انا هقعد في البيت من بكره, لان حتى كان في مدرسه بتفكر تقعد في البيت, اتنين من الاداره قاموا عليها بقال الله وقال الرسول ان هي ما تقعدش في البيت. هي ما شاء الله اهلها من ملاك بتوع المدرسه, يعني وبنت متدينه ممكن تقعد تستغل وقتها فيما يرضي الله, لكن ازاي وازاي لازم نفضل قاعدين في الهم ده كله, يعني مش عارفه يعني الوضع يا دكتور احمد. عموما الشهاده بتاعتهم مجروحه لان هم ليهم مصلحه في دروسها, خاصه لو كانت مدرسه شاطره. بالظبط, هي خليها تسال حد غير ملاك المدرسه وتاخد قرارها بناء على مصلحتها هي, بناء على مصلحه ملاك المدرسه. السؤال اللي بعد كده او لو في حاجه تانية بعد كده عايزه تقوليها؟ لا خلاص يا دكتور احمد, انا قلت الحاجه الثانيه اللي هي بتاعه ان حد يكون موجودين منتشرين غير الشيخ المربي, يكون في ناس منتشره في وسط الناس بتظبط, يعني هي دي كانت النقطه الثانيه. ما هو الناس اللي المفروض, ما هو بصي المفروض الناس دولت كل واحد يعلم الناس, يعني ببساطه كده. انا كمدرس شبه الممارس العام, انا كشيخ امام جامع شبه الممارس العام, انا كاب شبه الممارس العام. وبعدين اذا حسيت والله ان فلان ده محتاج مثلا درس, محتاج عقيده, هوديه للمتخصص في العقيده. فلان ده محتاج تزكيه, هوديه للمتخصص بتاع التزكيه والتربيه, وهكذا. فاللي عك بيحصل منين؟ ان انا بظن ان انا اعرف كل حاجه وبعمل كل حاجه, فافت بقى واقعد يعني اذي الناس معايا. نعم. فهو المفترض انه مفهوم بديهي جدا وحضاري جدا, هو انه الواحد بكل بساطه يرد الامر لاهله, ما يعملش حاجه الا اذا كان هو يعرفها كويس, اذا ما كانش يعرفها فبيقول للناس يا جماعه روحوا اللي يعرف. نعم. فانا مثلا لو ممارس عام على سبيل المثال, او انا لما اعالج نفسي مثلا وحسيت ان الشخص اللي معايا عنده اقبال على انه يتربى ويتزكى وفي الحته ديت وحبيبها وسمع مثلا حدث في التزكية شوقته لهذا الأمر, بقول والله ابحث عن شيخ مربي أو كذا, ما عندوش استعداد ويستهزئ ومش عارف إيه وحاجات من هذا القبيل, فخلاص بديله اللي ينفعه, بجاوب على أسئلته, بقول له اسمع كذا, بقول له يعمل كذا بالراحة, بقول له أكثر من ذكر الله, أقول له كذا, أقول له طب عامل الناس كويس, أقول له طب تدين, أقول له طب يعني أديله إيه اللي ينفعه. ما هو الموضوع بالضبط عامل زي الجرعات, في ناس لو خدت جرعة زيادة يأذيها زي الطفل الصغير. حد فينا مختلف ان اللحمه كاكله مفيده للانسان لبدن الانسان او الفراخ؟ ما احنا كلنا بناكل فراخ ولحم تمام كده, لكن لو جينا اكلناها لطفل لسه مولود تضره جدا مش كده ولا ايه؟ فهو احنا بنعمل ايه؟ بيدي لكل واحد على قد ما يتحمل, مش لان والله احنا بنكرهه او لان احنا عندنا حاجه مخبينها, لا لانه لن ينتفع. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول حدثوا الناس بما يعقلون, اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ وبيقول انك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. فمش كل حاجه تتقال في كل وقت ولا مع اي حد,
مش لانه الحاجه غلط ولا لانه احنا بنخبي حاجه او كده، لكن لانه النافع ايه. يعني احنا نبحث عن انتفاع الناس، ما الذي ينفع الناس. فهو المعالج برضو او اللي بيرشد الناس نفسيا لازم يكون عنده الحته دي، ان هو يكون حكيم، يعني يبحث عن ما ينفع الناس، ينفع الشخص اللي معاه، مش بيستعرض عليه. طيب الباب الثالث حضرتك قالتي، طب ايه اللي لفت نظرك في الباب الثالث والرابع؟ يعني في الباب الرابع مثلا في ذكر الاعراض النفسانيه وتعديلها، اتكلم فيها عن حاجه شبه اللي احنا قلناه عند ابو حامد الغزالي ولا كانت مختلفه؟ لا، هو الحقيقه في تشابه محدث بينه وبين الكلام بتاع دلوقتي، يعني ده اللي لفت نظري. ممكن نعدي على الحاجات اللي انت شايفه ان هي فيها تشابه، لانه ممكن ما يبقاش في تشابه ولا حاجه. التشابه في الابروتش بتاع التعامل مع اللي هو مسميها اعراض، اللي هي هو جايب اربعه اللي هم الحزن الغضب والجزع والفزع فهو يعني برضه منطلق من فكره انه يعني الموضوع في سيطره الانسان بشكل يعني كبير، معتمد على فكرة اللي هو تغيير الأفكار، تغيير المعرفة، فبالتالي تغيير المشاعر علاج معرفي. يعني هو يعني أكتر حاجة قريبة لي دلوقتي العلاج المعرفي. أنا كنت متخيلة أنه الكتاب هيكون فيه يعني بعد إضافي، يعني ممكن أكون أنا ما فهمتوش، ممكن يكون بين الكلام وأنا ما فهمتوش. يعني دي أول مرة في تشابه بينه وبين الكلام اللي بيقال دلوقتي، خاصة في مدرسة المدرسة المعرفية. هو كان عندي سؤال عن يعني عن الإمام البلخي، هو كان بيتكلم في جزء في بتاع الوسائل إنه هو المفروض الإنسان يفكر إنه ربنا خلق لكل داء دواء، فكان بيتكلم على نقطة العلة، إنه الدواء هو علة الشفاء. فهو ده اللي كان يعني ده اللي كنا اخذناه في العقيده ان هو غلط، ان هو يعني هو بيقول ان الدواء للمرض زي الطعام للجوع هو علته. طيب نقرا العباره بتاعته ونشوف بالظبط يقصد ايه، لانه احيانا بيبقى في توسع في العبارات. احيانا بيكون في توسع في العبارات، يعني مثلا في الفقه الشافعي عندنا لما بيقول مثلا انه لا يجوز مثلا الوضوء بالماء المشمس. نعم. قالوا بأنه يورث البرص أو يسبب البرص. طبعا الكلام دوت أنت لو مشيتي على مسطرة العقيدة كلام غير دقيق، لأنه لا فاعل إلا الله. تمام. وإنما الشمس سبب عادي زي ما احنا خدنا في العقيدة، سبب عادي لإحداث البرص، فقد يحدث وقد لا يحدث. تمام. لكن عادة العلماء انهم بيتوسعوا في العبارات، خاصة اذا عرفنا من العالم انه هو سني. تمام. ابو زيد البلخي انا ما اعرفش، اشوف عباراته الاول، نشوف عبارته ونحكم عليها ان شاء الله. ناخد ملاحظاتك عامة الاول وبعدين ندخل في التفاصيل مع بعض. هي الحاجة الرئيسية ان هو متشابه جدا، هو كان فيه فعلا يعني الكتاب حد من المقدمين للكتاب اللي هو قدر الله تقريبا، هو كاتب كتاب منفصل عن ازاي انه الكتاب مطلوب للأبدان والأنفس، يعني علاج معرفي سلوكي سابق لأوان. انت شفتي معرفي فين سلوكي مش واضحة في الكتاب؟ لا بس انا لسه ما قرأتش الكتاب التاني ده، يعني انا جبته بس لسه ما قرأتوش، بس هو يعني بيعمل زي مقاربة يعني ما بين الكتاب ده وما بين المدرسة التقليدية بتاعت العلاج المعرفي السلوكي بالشكل اللي هو أول طلعت يعني. طيب ندخل في التفاصيل، ندخل بقى في العبارات اللي انت ما فهمتيهاش إذا كان في حاجة من كده. فمن الواجب أن يكون كل داء قبل بدوائه لا بد من أن يشفيه، وأن يكون موقع الدواء من الداء الرائي، موقع الطعام من الجائع في الإشباع، وموقع الماء من العطشان في الإرواء، إذ كان الذي خلق الغذاء هو الذي خلق الدواء، وكان معا علتين نصف الوانس والبقاء. طيب يعني نفس الكلام، إنه إذا فهمنا هذا الكلام مش على مذهب الفلاسفة وعلى مذهب أهل السنة، فهنقول إنه الدواء سبب عادي لحصول المرض، سبب عادي. وإحنا نقول سبب عادي
ما بنرفعش عن الدواء الشفاء، ولكن بنرفع عنه انه يكون شافي بذاته او فاعل بذاته. يعني احنا في نفس الوقت ما بنقولش انه تعاطي الدواء ليس كتعاطي الدواء، مش متساويان طبعا، واحد خد بالاسباب واحد ما خدش بالاسباب، لكن في الوقت نفسه في مدرسة اهل السنة احنا بنقول انه تعاطي الاسباب جيد ومطلوب، لكن في الوقت نفسه الاسباب ليست فاعلة وانما الفاعل هو الله، فالركون بيكون لله وليس الاسباب. اذا فسرنا هذا الكلام على مذهب ابو زيد البلخي واعتبرناه من الفلاسفة او من المعتزلة، فهنقول انه هو يقصد ظاهر الكلام انه الدواء فيه صفة ذاتية خلاص كده بلا مودع اذا قلنا بقول الفلاسفة، او بمودع هو الله اذا قلنا انه هو من المعتزلة، لاحداث الشفاء. فالعبارة دي كيف نفهمها؟ نفهمها وفق مذهب اهل السنة، ومش شايف ان فيها كبير اشكال يعني. فالدواء نعم يعني زي بالضبط الطعام، الطعام الواحد ما بياكل بيشبع. السؤال هنا الفلسفي هو كيف حدث الإشباع؟ هل بالطعام ولا بفاعل آخر غير الطعام؟ مذهب أهل السنة إنه الفاعل هو الله، وإن العلاقة بين الطعام والشبع علاقة اقتران وليست علاقة تلازم. فنفس الكلام بنقوله في الدواء والشفاء. واضح؟ الحاجات اللي فيها مخالفة عقدية مفيش فيها مشكلة. إذا كان في حاجة في كلامه أنت شكتي فيها أو حط فيها عليها علامة استفهام اسألي فيها. يعني إحنا بنحاول إن إحنا زي بالضبط أنتوا دلوقتي بنقول لكم، أو يعني زي ما أنتوا بتعملوا بالضبط بتدرسوا المدارس الغربية، هل إحنا مطلوب مننا إن إحنا ما ندرس كلام حد مش على عقيدتنا إن إحنا نقدس كلامه أو ناخده كله صح؟ لا. فأبو زيد البلخي هنأخذ منه بعض كلامه ونستفيد منه ونقارنه بكلام أبو حامد الغزالي ونقارنه بكلام غيره ونخرج منه بحاجه تنفعنا. واحنا قلنا لحضراتكم من البدايه ان احنا في دراستنا لعلم النفس الغزالي او لكتاب معارج القدس احنا مش عايزينكم تدوروا في فلك كتاب معارج القدس بمعنى ان احنا بنقدسه، لكن احنا عايزينكم يعني تعرفوا الاطار اللي بيتحرك فيه الفكر الاسلامي في مساله علاج النفس. طبعا احنا محتاجين بحوث جديده، محتاجين نطور، محتاجين، لكن ازاي هنطور واحنا ما عندناش اساس؟ فاحنا نتعرف على الاساس من خلال الحضاره الاسلاميه اللي منها او من اعلامها ابو حامد الغزالي. بس هذا هو يعني. بقيه الكتاب انا شايف ان كلامه فيه جيد وجميل واستفيد منه جدا، مش في انا ما شفتش فيه مشكله يعني، على الاقل في مبادئ لي يعني. هو يمكن عشان انا كنت متوقعه حاجه معينه من الكتاب يعني كنت بدور عليها، ممكن عشان كده اكون مرت يعني ممكن اكون محتاجه اقراه تاني من غير ما اكون متوقعه يعني. طيب هل في حاجه تانية في الكتاب؟ في حاجه مرتبطه يعني بالكتاب او بالفكره اللي حضرتك قلتها دلوقتي، يعني انا كنت عايزه اسال فيه يعني عاملاني مشكله لحد ما. طيب انا الفتره اللي فاتت دي كنت بدرس مجموعه كده من المدارس العلاجيه من غير تطبيق، يعني انا مش بشتغل بيها، انا بدرسها بس نظريا. وهي يعني من الموجة الثالثة في العلاج، مش المعرفي السلوكي، هو معرفي بس هو يعني مختلف عنه في حاجات كتيرة. والموجة الثالثة دي يعني أقرب للأديان من الموجة الثانية والموجة الأولى طبعا اللي هي السلوكي والتحليل. يعني بيدخلوا فيها الروحانيات والحاجات دي. يعني ده جزء نعم، وفي يعني واصلا يعني الاهداف العلاجيه نفسها مختلفه. يعني هي فلسفه مختلفه شويه عن المعرفي السلوكي العادي التقليدي. فانا ده يعني عمل لي حاجه كنت جدا، فانا عايزه اعرف ازاي يعني حضرتك كنت قبل كده قلت لنا اكتر من مره على فكره انه يعني كل الحاجات اللي هي الصح يعني الهيه ليها نظير يعني او ليها مقابل. نعم. في نفس الوقت في التصور بتاع هي الناس دي مش مسلمة وعقيدتها يعني فيها حاجات كتير يعني تماما. طيب ممكن تشرحي لي بالضبط بعد اذنك الموجة التالية يتم فيها ايه بالضبط؟ يعني الروحانيات اللي هم يدخلوها في العلاج ازاي؟ من اي نوع؟
هي الموجة هم بيتكلموا بصفة عامة عن إنه كل واحد مثلا يستعين بدينه وإن الأديان مفيدة في الجانب ده في دعم الجانب النفسي، ولا هم عندهم حاجات معينة بيطبقوها على كل الناس؟ لا هم بيقولوا الحاجتين الأولانيين اللي حضرتك قلتهم دلوقتي، بس حاجة منهم بيقولوها صراحة وحاجة بتبقى يعني مفهومة ضمنا في الكلام، يعني مش بيصرحوا بيها قوي على قدر علمي يعني. أنا مش متعمقة للدرجة يعني في الموضوع، لكن الحاجات اللي أنا درستها أنا خدتها من اللي مطلعين المدرسة يعني، هي حاجة يعني من يعني مش الترجمة بتاعتها أو الكورسات اللي بتبقى هنا يعني، هم عاملين كورس معين أصحاب المدرسة دي وده اللي أنا درسته بالمناقشات بتاعتهم معاهم بكده. فهما يعني في حاجات بيفهم منها إنه كل واحد يلتزم بدينه وقيمه وكذا، وحاجات بيفهم منها إنه هو في مبادئ معينة لازم تكون ثابتة، زي إنه مثلا إن هم عندهم إن القيم دي حاجة يعني مركزية وإنه هي مش مصدرها الإنسان مثلا، يعني مصدرها الإنسان يعني ولا العكس، ولا مصدرها الإنسان؟ مش مصدرها الإنسان. ما ده كويس، ما ده رأينا، ما هو رأينا، بس هو في يعني في تشوهات كتيرة فأنا مش عارفة يعني أنا بقيت مش عارفة أحكم عليها ومش عارفة أحكم على يعني بطلع على حاجة. فأنا يعني كنت عايز أعرف هو يعني إزاي بقى بنفرق ما بين إنه الحاجة دي في المنطقة اللي بناخد منها اللي يتفق معنا ونسيب اللي ما يتفقش والتصور الوسط الجميل، وما بين هي حاجة يعني أصلها أساسا متعارض معنا فلازم يكون في بديل تاني. والسبب ان دي مشكلة ان انا المفروض يعني اخد قرار يعني بخصوص الماسترز هنا مع دكتور كده، هو موافق ان هو اشتغل معي في الاتجاه ده، يعني قال لي ان انا ممكن هو موافق يعني. هيبقى الموضوع ايه عنوانه او هيبقى الفكرة ايه بالظبط؟ الفكرة ان انا هختار يعني مرض معين هو شايف انه في مرحلة الماجستير المفروض يبقى الموضوع تقييم مش تدخل. انا كنت عايز تدخل، بس التدخل ده المفروض يبقى في الدكتوراه المنهج الوصف يعني التقييم يعني تقييم كلينيكال، لانه انا مثلا بفترض انه في فئة مرضية معينة ينقصها يعني كذا او عندها كذا فاقيم ده. لكن هو نفس الدكتور ده يعني هو متشبع جدا بالمدارس اللي هي الغربية، يعني هو عايزني أعمل ده بالأدوات دي بالأدوات وبالإطار النظري بتاع ده، يعني إن هو لازم لما أشتغل بحاجة هاخد يعني الإطار المفسر بتاعها على بعضه. فدي مشكلة في إن أنا مش عارفة هو ده صح ولا غلط، ولو مش صح إيه البديل بتاعه. طيب هو ايه المرض اللي هتاخديه عشان يبقى الكلام اكثر تحديدا عشان اقدر افيدك؟ بس انا عايزه اشتغل في يعني في هو في الامراض تقسيمه اسمها امراض المحور الاول. المحور الاول ده اللي داخل فيه القلق بانواعه والاكتئاب بانواعه ومين دي دول، وبقيه الحاجات بقى متفرعه منهم هم شويه بيدخلوهم فيها وشويه بيفصلوهم عنها. طيب المفترض انك هتعملي ايه؟ هختار فرضيات معينة متعلقة بإنه في علاقة بنوع ما، أنا مش عارفة بس يعني بس ممكن تكون سببية مثلا ما بين إنه الخلل في التصور الإنسان أو الخلل في العقيدة اللي هي بس بمعنى يعني تصور الإنسان عن مثلا نفسه ودوره وربنا والألوهية والربوبية والحاجات دي، وما بين الأمراض المحور ده. طب كويس قوي. إيه بقى الإصابة اللي المفترض انت شايفاه انه هيأثر على نتائج البحث؟ يعني ما ان الحاجات دي لما هتعمليها هتعمليها وفق الاطار الغربي. طيب وانت بتبحثي في المسألة دي ازاي الاطار الغربي هيأثر في بحث تأثير الايمان او عدمه الايمان بالاخرة او عدمه على الامر على المرضى بالحاجات دي؟ يعني هم بيعتمدوا على الevidence based techniques ان هو الحاجة تبقى اثبتت فعاليتها بغض النظر عن يعني لما بيجوا مثلا
يستخدموا تكنيك او يشرحوا للمريض اللي هي خطوه دي اساسيه لازم تتعمل. فبيقولوا انه عشان الابحاث اثبتت انه الفكره الفلانيه كذا، فانا لو هضيف عليها حاجه مش هتبقى دي الحاجه اللي الابحاث اتعملت عليها، يعني دي هتبقى حاجه مختلفه، هي حاجه اصلا ممكن تكون اصلا مش يعني علميا مش دقيقه. انا اكذب عليك اذا قلت لك ان انا فاهم بالظبط يعني او متصور بالظبط انت هتعملي ايه، لكن المانع ان احنا نبحث، خلينا نتناقش مع بعض، المانع ان احنا نبحث فكره اثر الايمان او النبوه او الاخره او لا، او ان الانسان مش مركز الكون في الامراض، ايه المشكله اللي ممكن تنتج لو درسنا دوت وفق اطار الغرب؟ ايه المشكله؟ ان هو يعني مختلف، ان هو مش متوافق مع الاطار بتاعنا، ان هي حاجه يعني انا مش عايزه اعملها، يعني هو ده الدكتور ده كان عايز ان انا اعمله ووجهني لمصادر معينه. ازاي هو مش متفق؟ يعني احنا لو جبنا دلوقتي مريض بيقول حلق او اكتئاب ومنال الكون ده ليه خالق وفي قضاء وقدر وفي آخرة، إذا كنت مظلوم حقك هيرجع لك في الآخرة حسنات، وأشبعناه بالمفاهيم دي وكلمنا عنها كتير لحد ما اقتنع بيها وبدأ يمارسها، وبعدين ثبت من خلال الأبحاث بتاعتنا إن والله بقى في أثر إيجابي ولو وقتي، إيه المشكلة في حاجة زي كده من وجهة نظري؟ عشان بس أتصور أنت بتفكري. هو ما فيش مشكلة، بس هو ده مش متاح يعني في ان انا يعني اعمله، مش متاح يعني، لازم هبقى اشتغل بحاجة يعني ما ينفعش انا في الماجستير احط انا الحاجة اللي هشتغل بيها كده، هي دي مشكلة. والحاجات اللي موجودة يعني الحاجات اللي بالضبط يعني ايه اللي هتحط لك؟ طيب هيبقى مطلوب ان انا اختار نظرية معينة من المصادر بتاعتها، يعني في الجمعية علم النفس الامريكي، الجمعية الأمريكية لعلم النفس غير الطب النفسي، عندهم فرع يترجموها إيه بس هي spirituality يعني روحي يعني، بس هم بيدخلوا معها يعني بيفصلوا ما بينها وما بين الريليجيس. فده يعني ده اللي متاح قدامي. والحاجات التانية اللي هي من مثلا لو أنا ممكن أدرس حاجة زي مثلا الكتاب بتاع كتب الإمام الغزالي أو عموما التراث ده، يعني فهو ده يعني ده متشاف إن هو ريليجيس. يعني اختراع العجلة وكده، شاف إن هو إيه؟ إن أنا يعني كده بعيد اختراع العجلة وبسأل أسئلة كلام قديم، كأنه كلام قديم، إن هو كلام يعني مش مثبت. طيب إيه المانع إن إحنا نشتغل عليه ونثبته في بحث من بحوثي أو نختبره على الأقل؟ هل هم هيمنعوا؟ يعني الدكتور اللي انا عايزه اشتغل معاه او هو ده افضلهم يعني. يعني هو ده كان وجهه نظره انه ما يعني هو مثلا الدكتور ده كان شغال اصلا في يعني في موسوعه كده اسمها علم النفس في التراث الاسلامي. هو كان من احد محرر يعني، هو مقتنع بالفكره بس هو في نفس الوقت وهو كان بيش يعني هو من اللي كتبوا فيها، وحد من تلامذته كان برده كانت شغاله في يعني نفس الاتجاه ده، بس هو في التطبيق في اختيار الموضوعات مثلا في الاشراف وفي التدريبات بتاعته اللي هي بتاعت رخصة الممارسة وكده، هو مش يعني هو مش بيشتغل بده. فهو عايزني يعني هو عايزني اشتغل في الموضوع ده لان هو موضوع يعني مش منتشر، وهو بيحب انه يعني يبقى بيشتغل في موضوعات جديدة، بس هو عايزني اشتغل في الاطار اللي هو هيحطه لو انا شايفاه اطار. طيب اشتغلي في الاطار اللي هو هيحطه عشان تعرفي ازاي بعد كده تغيري الاطار ده، يعني اتقني هذا الاطار اشتغلي عليه، وبعد كده يبقى بحثك في الدكتوراه ازاي نغير هذا الاطار، او ازاي تثبتي ان الاطار ده مش كافي لتسكير هذه الامراض. هل انا هعرف ازاي ان الاطار ده مش مثل الحاجة الغلط اللي انا مش المفروض اكون بستخدمها؟ يعني انا يعني في حاجات كتيرة مش مقنعة. لما هتشتغلي على الاطار هتبياني نقاط الضعف اللي فيه والخلل، هتبدأي تسألي اسئلة تختبري بيها هذا الاطار،
مرة أخرى. بس يعني ما أنا أوريدي عارفة نقاط الضعف اللي فيه، لأن هي حاجات بتخالف حاجات واضحة عندنا. مش لا، ما احنا مش عايزين المخالفة تبقى مخالفة للعقيدة بس، عايزينها مخالفة كمان للنتائج العملية، إن هي مش كافية لتفسير المرض. احنا بنتكلم هنا بلغة العلم، مش بلغة الدين، علشان اللي بيقرأ هذا الكلام أو اللي بينتفع بهذا الكلام ممكن مسلم أو غير مسلم. فاحنا عايزين بلغة العلم نقول لهم إنه هذا الإطار من ناحية تفسيرية ومن ناحية الفهم والمعرفة غير كافي لتفسير هذه الأمراض. فإيه رأيكم نفتح شباك جديد؟ لفهم هذه الحاجات؟ فعلشان تعمل التحويلة ديت محتاجة إنك تسألي هذا الإطار مجموعة من الأسئلة وتبيني عجز هذا الإطار عن التفسير التام لهذه الأمراض. من هنا هتفتحي مجال جديد. طيب هما مش مختلفين انه يكون في حتة ناقصة مش مفهومة ومش يعني دي مش حاجة مهمة، هو المهم ان الحاجة تكون بتجيب نتيجة والناس نتيجة. حلو، كويس او كويس، ده احنا تعتبر مثلا يعني التحسن يعني شكل معين هو ده علميا بيعتبر يعني نجاح للمدرسة او التكنيك العلاجي، وبيبقى بتتراكم بقى الابحاث والدراسات اللي بتقول انه التكنيك ده ناجح عشان بيعمل كذا. اللي ورا ده مش مهم يعني، وده اصلا مهم ان هي تبقى ايه. فانا يعني انا شايفه ان انا كده هبقى بعمل حاجه توتالي عكس اللي انا عايزه اعملها عشان تصب في حاجه مش هي اللي انا عايزاها. لا، ادريس الماجستير والدكتوراه وفق المنهج الغربي والاطار الغربي واتقنيه كويس قوي عشان تعرفي نقاط خلله من داخله. وانا ما عرفناش حاجه غيره يعني. معلش احنا عايزين بقى، ما انت عارفه عندك حدس او عندك معرفه دينيه بتقول لك، احنا عايزين ننقده بنفس ادواته، ننقد هذا الاطار الغربي بنفس ادواته. فده مش هيجي الا اذا اتقنت هذه الادوات كويس. فاشتغل، مفيش مشكله، اشتغل في الاطار ده وخلي الفكره دي فكره بعيده حقيقه قدام، ممكن بعد الدكتوراه مفيش مشكلة. يعني عبد الوهاب المثيري امتى ظهر؟ لما بدأ يعمل نقد ثقافي للحضارة الغربية في اواخر عمره. دايما المشاريع الكبيرة تبقى كده بعد نضج. احنا الحمد لله في المجالس بتاعتنا يعني كأننا حطينا رجلينا على اول الطريق. فانتي اتقني واحسني النموذج للسائل الان، ده مطلوب. ابو حامد الغزالي لما حب ينتقد الفلسفة ما قلتش مباشرة تهافت الفلاسفة، وإلا كان الناس يقولون له أنت ما بتفهمش فلسفة، إيش عرفك أنت بالفلسفة يا شيخ؟ لأن الفلاسفة في عهد أبو حامد الغزالي زي كانوا زي المثقفين دلوقتي بتوع التلفزيونات، اللي هم الناس اللي إيه الفاهمين في كل حاجة، العصريين المطلعين على الثقافات المختلفة وكده. أبو حامد الغزالي فقيه ومتكلم، شيخ يعني، تمام؟ فهو قبل ما ينقد الفلسفة ألف كتاب مقاصد الفلاسفة، يعني قرأ الفلسفة كويس أخذ ذلك وألف كتاب في الفلسفة وفق منهج الفلاسفة. نعم. لما الفلاسفة قرأوا وأقروا له بأنه أيوة الرجل فهم فلسفة فعلا، خلاص قعد يتفكر في ما كتبه الفلاسفة عام كان، يقلب المسائل في دماغه، ثم ألف بعد ذلك تهافت الفلاسفة بعد ما أقروا له بحسن فهمه للفلسفة. فهو كده، أنت أتقني هذا الإطار، أحسني هذا الإطار، عشان لما نيجي ننقضه بنفس أدوات زي أبو حمد الغزالي. نعم، بنتكلم بلغة بين قوسين العلم مش بلغة الدين، لأنك بسهولة ما احنا عارفين مواطن الخلل دينيا موجودة، لكن ازاي تعرفيهم او تقنعي غير المسلمين انه ده مخالف للفطرة، مخالف للعلم، مخالف للتجربة، ونتائجه مبطورة ونتائجه منقوصة، ازاي بلغتهم؟ ده محتاج ان احنا نتقن اللغة بتاعتهم اللي هم بيتكلموا بيها، الادوات اللي هم بيستخدموها كويس، علشان لما ننقد هذه الادوات ننقدها بنفس الطريقة. يعني انا مش برضو مش الهدف من الدراسه او من الممارسه ان انا اثبت ان هم خطا، يعني انا برضو شايفه ان ده في الاخر ان انا بدور في اطارهم. ازاي تدوري في اطارهم؟ يعني زي ما حضرتك ان في اطار غلط، الاطار غلط يعني نتائج غلط. انت حضرتك لما تنقضي هذا الاطار وتجيبي اطار جديد، ازاي تدوري في اطارهم؟ علشان انا هشتغل فتره بالاطار ده، يعني هستخدمه. احنا بقى احنا هننقد الاطار بادوات الاطار، يعني انا بلغه الهندسه هقول المهندسين شغلكم غلط بنفس لغه المهندسين. عايز اقول للاطباء انتوا شغلكم غلط، يبقى هكلمهم بلغه الطب. انا مش عايزه اكلمهم، يعني انا عايزه حاجه، يعني حاجه ابقى بشتغل بيها مع الناس العاديين.
ما عنديش يعني انا متخطى هدف ان انا او حاجه هتشتغلي بيها. انت حضرتك كلمتيني في البدايه على ان في بحث علمي, فبحث علمي يعني في حاجه نظريه, والحاجه النظريه دي هي اللي دايما بتولد الحاجه العمليه. يعني كل الحاجات العمليه اللي انت شغالين بيها جت من اطار نظري, فانت ما تستهينيش بالجانب النظري. لا انا مش مستهين بالجانب النظري, فانا وجهه نظري ان حضرتك تشتغلي زي ما الدكتور عايز, ما تمنعيش في الماجستير وفي الدكتوراه, لان بحث صغير لسه في الماجستير والدكتوراه عايز يقلب العلم راسا على عقب, ما حدش يقبل ده اي حته في الدنيا, ده غير مقبول, لانك يعني جايه بتغلطي كل الناس تقريبا. واخده بالك انت ازاي؟ فانت خدي الماجستير والدكتوراه واشتغلي زي ما الدكتور بتاعك عايز, ويمكن يظهر لك انك كان تصورك عن الاطار العربي برضو في جوانب قصور, يعني يمكن تجدي بعضه متفق مع ما عندنا, ممكن الله اعلم. هو اثنين متفق, بس هي دي الحاجه تحديدا اللي عامله المشكله في فهمه. هو ايه الفرق بين العلاج بالروحانيات وبالعقائد السبيريتوال والريليجيوس؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ انه دي اديان يعني سماويه او ارضيه, وليها يعني ليها حاجه الانسان بيمشي عليها, وحد يعني بيملي عليه حاجه معينه. والجانب الروحاني ده ان هو حاجه هلاميه كده, يعني الشخص بيعمل ممارسات كده مش هلاميه على قدر علمي برضو, يعني بيدخل فيها اليوجا بقى, وبيدخل فيها الشغل الشفرات والحاجات دي, التامل الذاتي والحاجات دي. نعم طيب, هي تفرقه غير بسيطه كل الاحوال يعني, لكن مش يعني هي ايه كان عايز يقول يعني انه, لان هو برضو في تصنيف دلوقتي موجود عند الغربيين انه الشخص يقول لك انا spiritual not religious, يعني انا مؤمن بالروحانيات والغيبيات لكن مش تبع اي دين. نعم, ما فيش عقيدة معينة. فالتصنيف ده موجود يعني, حتى تلاقي لو انت عندك اصدقاء على فيسبوك من الغربيين هتلاقي بعضهم كاتب كده في البروفايل بتاعه spiritual but not religious يعني. نعم طيب, نراكم على خير إن شاء الله. نكتفي بهذا, ولا في حد عنده حاجة عايز يقولها؟ جزاك الله خير دكتور أحمد. أكرمكم الله فانت, أكرمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم, والعصر, إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.